مشاهدي الشروق مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قوس قزح. قوس قزح برنامج بيتجدد اللقاء معكم كل يوم خميس الساعه 5 مساء. فقراتنا لحلقتنا الليله هنبدا بفقره بالهنا مع خبيره التغذيه دكتوره سهام جريتلي والماء وفوائده. وفي فقره باترونات موهبه واعمال يدويه عن صناعه العطور السودانيه. وفي فقرة أطياف ومع الخبيرة الاستشارية الأسرية وخبيرة التنمية البشرية أستاذ عفاف إبراهيم والليل موضوع عن الخوف عند الكبار. وفي فقرة ستايل منتجات جديدة من شركة أوريفليم فيما يخص الجمال والتجميل. وفي فقرة بنفسك الليل هنتكلم عن علاج تساقط الشعر. خليكم معنا. مشاهدي قوس قزح مرحب بكم مرة ثانية، وصلنا لفقرة بالهنا. فقرة بالهنا زي ما عودناكم علاقة التغذية بالصحة، هنتكلم عن عناصر غذائية مختلفة وتأثيرها على صحتنا. خليكم معانا موضوع جديد في بالهنا. مشاهدي قوس قزح نرحب بكم مرة ثانية في فقرة بالهنا. موضوعنا الليلة موضوع مهم جدا وهي الماء. كل مرة في فقرات التغذية المختلفة بتكلم عن عناصر الغذائية المختلفة وبنسي موضوع الموية، والموية هو من أهم العناصر الغذائية وتأثيرها على الجسم مهم ومفيد جدا جدا. الليلة في موضوع حلقتنا الليلة نستضيف دكتورة سهام جريتلي، مرحب بك في فقرة بالهنا في قوس قزح. أهلا وسهلا دكتورة إيمان. الليلة الماء، الماء وفوائد الماء عنصر زي مهمل بقى في يعني في الأكل السودانية. الموية آخر حاجة غد ما نتذكرها، غد نجيب نستعيد عنها بحاجات تانية مياه غازية وكده. الليلة أنت في رأيك إلى أيات مدى أنه الموية مهمة في حياتنا دكتورة سهام؟ طيب سلام عليكم، شكرا دكتورة إيمان. زي ما يعني سبحان الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حيا، فالماء هي أساس الحياة. وطبعا ممكن الإنسان يعيش من غير طعام مدة 3 شهور، لكن من غير ماء 3 يوم، في بعض الدراسات بيقولوا 5 أيام. فمعناه جسم الإنسان إذا ما لقى موية في خلال 3 أو 4 أيام دي الإنسان حيموت. لأنه بيحصل كالآتي، أول حاجة الجسم هو عبارة عن ماء، يعني حوالي من 50، في بعض المراجع بيكون من 60-75% ده جسم الإنسان من ماء. الأدلت أو البالغ والأطفال بيكون مما بيتولد الطفل بيكون زي 90% من جسمه. بعد ده كله ما يكبر بتقل شوية الماء. فمعناه ده شنو؟ معناه جسمنا كله هو عبارة عن ماء. أيوة. فيعني الخلايا ذاتها المكونة لجسمنا زي ما أنت عارفة مكونة من ملايين الخلايا جسم الإنسان. فالخلايا دي كلها محتاجة إلى ماء عشان تؤدي الوظائف بتاعتها المختلفة، من بناء لاستخراج طاقة لأشياء كثيرة. وعندنا من برضو من الماء داخل الخلايا وخارج الخلايا في جسمنا اللي هو بيمسك الخلايا. والماء عنده وظائف طبعا متعددة كثيرة يعني في جسم الإنسان، وهو مثلا اللعاب بتاعنا ده هو عبارة عن ماء. المخ الإنسان المخ هو برضو عبارة عن من نسبة مثلا أنا عندي هنا زي 75% من المخ خلايا المخ هي عبارة عن ماء. مثلا عندنا تاني ده طبعا بيعتمد على مختلف الريفرنس، يعني مرات بتلاقي مراجع ازيد او اقل أو شويه أقل. فبنلاقي برضو في الدم اللي هو دم عباره عن ماء، يعني 83% تقريبا ماء دم الانسان. عندنا الليمف نودز، عندنا الخلايا الجهاز الليمفاوي اللي هو برضو عباره عن ماء، عباره عن 94%. عندنا في الرئه والهارت، الهارت برضو عبارة عن حوالي 79%. عندنا في الرئة، الرئة عبارة عن 80%. حتى العظام، يعني مرات الواحد بيفتكر العظم ده ما فوقه موية فعلا، لكن هو يعني نسبة بسيطة لكن موجودة فوقه الماء. في بعض المراجع بتقول لك 31%، في بعض المراجع 22%. ف
يعني تلخيص لكلامك ان جسم الانسان عباره عن ما، يعني من 55 لحد 75% من جسمنا مكون من ما. تيجي اهميه الماء هنا. طيب يا دكتورة سهام، الماء بالنسبة للأطفال وبالنسبة للبالغين وبالنسبة لكبار السن، هل النسب حقة الماء ذاتها بتختلف في اليوم؟ يعني الاحتياج اليومي للماء بيختلف باختلاف يلا العمر. ده بيحتمد مثلا نعم. لو مسكنا الأطفال الصغار مما بتولد الطفل نعم. مثلا نقول من عمره يعني مما أول يوم يتولد لحد ستة شهور قولي نعم. مثلا نعم. ده بيحتاج لأقل من لتر في اليوم نعم. اللي هو بيتناوله عن بيتناوله يعني عن طريق من عن طريق الرضاعة عن الأطعمة بتاعت الأطفال الجاهزة دي يعني نعم. كذا. طيب في فترة الرضاعة المفروض تكون الرضاعة كاملة من غير ما ندخل أي موية خارجية، طبعا لبن الأم في الحتة دي بيكون كافي تماما، مش بيكون كافي تماما لكن ده بيعتمد نعم. اعتماد كبير على درجة البيئة اللي حوالينا أيوة. نعم. لأنه بيحصل مرات تبخر شديد. هم طبعا في نظرتين يا دكتور إيمان نعم. واحدة بتقول لك الطفل زمان هن بده الموية السكر شنو بيغلوا له الموية أيوة. وفي نظرية حس طالعة أنه الطفل ده 4 شهور ما يدوم ما ياخذ اي مويه خارجيه بكفيه حسب منظمه الصحه العالميه ايوه نعم. لكن احنا دائما بنلاقي في الدول الناميه اللي احنا بنعتبر دوله ناميه نعم يعني بيحصل انه اللبن ذاته بتاع الام ما بيكون كافي نعم. لعدم تحصل على غذاء الخاصة اشياء الطاقه وكده ايوه ويعني يعني بيحتاج في بعض الأحيان إنه يتحصل على ماء خاصة مثلا الأطفال في بتولدوا ب بالصفير ده نعم. يعني اليرغان اليرغان نعم. يلا في اليرغان ديل بيحتاجوا طبعا يتعرضوا لضوء الشمس في نفس نعم. الوقت بيحتاجوا لشرب الجلوكوز أيوة. في شكل ما. وبالنسبه للاطفال والبالغين اكيد حقه يلا بعد ما بيبتدي الطفل يكبر شويه برضه نعم. بيحتاج يعني مثلا من 7 شهور لسنة اللي هي بدأ بيحتاج لقريب لتر يعني بون 9 من 10 من الليتر يعني أيوة. تقريبا الليتر. أقل من الليتر نعم. وممكن يتحصلوا في عصائر في زل عم بيشربوها كده في يعني لبن. ما إلا تكون مع لا لا ما شرط يعني ممكن تكون موجودة في سوائل تانية جداً. يعني ما إلا كوباية الماء لا 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 الماء يعني. طبعا هي كويسة مفيدة أحسن من حاجة مفيدة لكن ممكن الأطفال بالذات يتحصلوا عن ما عن طريق عصائر يعني إحنا بننصح الماء دي للناس الكبار في السن عندهم مشاكل لو عندهم سمنة لو عندهم مشاكل يعني مثلا بتاعت أشياء تانية مثلا مرض أوكي لكن بالنسبة للأطفال فهم بيحتاجوا لحاجات بتاع الطاقة فلا يعني بيشربوها في عصائر بيشربوها في لبن بيشربوها فكل ما الطفل كل ما الإنسان بينمو في السن كل ما بيحتاج لموية أكتر وحوجة الكبار أيوة يعني مثلا زي الأطفال من تامن يعني لحد سنة 14 سنة ل 13 سنة ده بيحتاجوا من لتر لشوي لتر وزيادة والليتر ده يعني شنو كم كوباية تقريبا الليتر ده زي يعني زي 5 كبابي او 4 كبابي نعم. كبابي مويه وما بتكون مليانه تقريبا قدر الكوباية دي اي اقل شويه منها نعم. والليتر طبعا حاسه زي القزايز تحت الصودا دي أيوة. الكبيره دي 2 لتر اي في قزايز نعم. الصودا اللي بيبقى الماء الصحيه دي بتلاقيها أيوة. مرات 500 مللتر نعم ملي يعني 2 منها اللي هم دي بده احتياجات ممكن نعم. يتناول فكل ما يكبر بيحتاج عندنا مثلا في الرجل والمرأة برضو بيختلف حصولهم على الماء بيكون يعني نحن بننصح لحد 2 لتر ونص في اليوم اليوم طيب. زي 8 كبابي في اليوم يعني احنا اصلا موصي انه الناس البالغين ديل 8 كبابي في اليوم أيوة. بعدين ما تنسي معلش يا دكتوره ايمان المرضعه نعم برضو المره المرضعه بتحتاج لاكثر أيوة. لما واثناء الامراض مثلا في امراض يعني بتحتاج الامراض مثلا زي ناس السكري اللي عندهم سكري بيحتاجوا يعني كميه اكثر عشان اعمل يعني تغسل لهم السكري من الدم طيب
بالإضافة إحنا طبعا قلنا العنصر الأساسي في تكوين جسم الإنسان عبارة عن ماء. طيب الفوائد الثانية للموية شنو؟ يعني إحنا بنلقى كثير إنه في توتر بعض مرات، إحنا ما بقدر يربط إنه التوتر ده ممكن يكون سبب نقص الماء. الإسهالات الإمساكات المزمنة أيوة. برضو بعض مرات ما بيفتكروا إنه ده سبب الأساسي نقص الماء يعني أيوة. الأمراض كثيرة بقت في الوقت الحالي يعني أيوة. نعم. طبعا عندنا أشياء كثيرة مثلا يعني زي الجفاف نعم. إذا مثلا الطفل حصلت له إسهالات، حصل له استفراغ، رجع الطعام فده برضو بيحتاج لماء أكتر. عندك مثلا دايما كبار السن بيجيهم الإمساكات دي أيوة. ما بيقدروا نعم. فدي برضو بتحتاج لماء لأنه الماء ده مهم جدا. فيعني الماء مع يعني لو الواحد بيشتكي نعم. دايما عنده إمساك الوقت كله، فالواحد النصيحة يعني من أنه يشرب له كوباية ماء على من الصباح يعني من الصباح. دكتور سهام حقيقة الفقرة مرت معك سريعة جدا جدا، فوائد المويه كثيرة ما قدرنا نحصرها في فقرتنا، لكن نقدر نقول إنه باختصار آخر وصية نقدر تقولها للمشاهد. آخر وصية أنا عندي حاجة مهمة شديد عايزة أقولها. الماء هي مهمة شديد، لكن في نفس الوقت دكتور أيمن هي مصدر رئيسي للأمراض المنقولة عن الماء. لو يعني ما كانت نقية يعني لو ما كانت نقية يعني نحن هنا بنلاقي نسبة مرتفعة شديد في 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 الإصابات بتاعت النزلات المعوية نعم. خاصة بين الأطفال وكده نعم. والأمهات. فأنا يعني الواحد بينصح إنه لازم يكون في ماء نظيف ونغي نعم. يتناول نعم. تاني في حاجة مهمة جدا للماء لو سمحتي إنه برضو كثرة الماء عندها مضار، عندها مضار. يعني بتعمل حاجة اسمها نقص صوديوم في الدم، اللي هو هايبو نتريميا أيوة. اللي هو نقص صوديوم في الدم أو لو صوديوم قل من الدم، لأنه بيعمل بالانس توازن لازم نعم. يكون موجود، بنقول لك الإشارات العصبية وكذا، فهو بيحصل تسمم للدم عشان كده. احنا نقدر نقول للمشاهد احنا دارين الحوجة اليومية، يعني الزول البالغ دارين له 8 كباب يومية، ما دارين اقل ودارين اكتر، الزيادة بالدور ودارين موية نظيفة، ما دارين تكون عرضة للتلوثات ونظر الامراض. موضوع كان مهم جدا جدا اتطرقنا له معك دكتورة سهام، احنا سعيدين جدا جدا في استضافتك معنا الليلة، واكيد هتكوني معنا في فقرات مغزلة بإذن الله. مشاهدي قوس خليكم معنا، لسه فقراتنا جاية بعد فاصل. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة أطياف، أطياف أسرية، نتكلم عن قضايا أسرية مختلفة ونتكلم عن جذور المشكلة والحلول المشكلة، وأكيد معانا أستاذ عفاف إبراهيم المعالج النفسي ومدربة التنمية البشرية. قضية جديدة بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح مرحب بكم مرة ثانية، رحبوا معي بأستاذ عفاف إبراهيم في فقرة أطياف. أستاذ عفاف مرحب بك. بعد التحية والتقدير لكل مشاهدي الشروق نخش طوال في موضوعنا، أحسن هو مواصلة للموضوع الفات اللي هو كان الخوف عند الكبار. عند المرة الفاتت تكلمنا عن الخوف عند الصغار، والمرة دي هنتكلم عن الخوف عند الكبار. الخوف عند الكبار أستاذ عفاف بأشكاله المختلفة، الخوف من الإقبال على الزواج وتحمل مسؤولية الزواج، الخوف من الإقبال على عمل جديد وتحمل مسؤولية العمل، الخوف من الأماكن العالية. وأنا جاتني رسائل كثيرة عن الخوف خصوصا عن الأماكن العالية، عن الطيارات، وبيسألوا عن الحلول الممكنة يعني. طيب احنا نقوم نتكلم شنو، احنا المرة الفاتت تكلمنا عن الخوف اللي هو تكلمنا عنه عند الأطفال نعم. بس نسينا انه هو الطفل ده ممكن يكبر بخوفه اللي هو شاله من الطفوله وما شبابه لغايه ما بقى راجل كبير او بيت كبيره نعم. ويخترق كل مواقع المجتمع من انه يكون شغال او مسؤول او غيره. في كثير مسميات كثيره للخوف، اصلا احنا جماعه يعني ننتبه له انه الزول ده خايف او عنده مشكله بتاعت خوف ممكن تقرغه وتدعبه وتكون مشكله له هاجس كبير في دنيته وموقف حياته. احنا عرفناه انه هو عباره عن شعور مزعج نعم. هو عباره عن شعور مزعج بيوقف حياتك، ممكن يخليك انك ما تتواصل مع المجتمع، ممكن يخليك مخفخ تماما، انت بتكون متميز وبتملك كل مقومات النجاح نعم. لكن ثابت في حتتك ما قادر تعمل اي حاجه، ممكن يكون عندك قروش كثيره انت لكن ما قادر توظفها لانك انت بتعاني من مساله بتاعت خوف او مشكله بتاعت خوف داخلي نعم. في خوف طبيعي عادي اذا تكلمنا عنه هو قلنا ضروره يعني بيزول نعم. نتائج مؤثر نعم. هو في خوف اصلا احنا ورثناه من تربيتنا السلوكيه، ويتكلمنا كثير انه هي الاسره هي اللبنه الاولى، السبب الاساسي انك تزرع فيك انك تكون انسان عندك ثقه بنفسك ومقيم ذاتك ومقدره
وبيمشي معك. في خوف غير طبيعي، خوف اصلا غير منطقي وغير مبرر. يعني مثلا تلقى زول كبير عنده اسرته واي حاجه، في ناس بيخافوا من اللحمه، يعني يمسك اللحمه دي اول ما يشوف اللحمه بتجيه يعني اعراض انت بتتخلع انها هي ممكن بتصدق انها ممكن تجي لزول اللحمه، يا هم ناكل لحمه. نعم. لكن بننسى انه ليه هو بيخاف من اللحمه، ما بنمشي لاصل وجذور المشكله. نعم. بيخاف من اللحمه ليه؟ في اطفال اتكلمنا عن انه ممكن نضبح قدامه خروف الضحيه، بتبقى عالقه، اللي هو نتائج لفكره ونتائج لصدمه وموروث قديم من التربيه والسلوك الاسري ونمى معاه. نعم. وهو ما وقف عنده، يعني خلاص بيخاف من اللحمه، بيخاف من اللحمه ويبدا يبتعد عنها، ممكن ما ياكله نهائي. وفي ناس كثيرين نباتيين لانه بيخافوا انه مثلا ياكله. في زول بيخاف انه يركب المصعد، هو ما عارف ليه ما ركبه. وممكن انا وانا صغيره كده ساقني انا وامي ماشيين او انا وابوي، اول ما وصلنا للمصعد شعرت بانه امي هي الخايفه. نعم. فانتقل الشعور بتاع الخوف تلقائي من الام، فدخلت جواي الفكره ودخلت جواي التجربه انه الحاجه دي هي مخيفه او ما طبيعيه. نعم. فبتبدا بتكبر معاي وانا بكون خايفه، وبعد ما انا بقيت زوله كبيره وواعيه وبمارس في حياتي وشؤوني العائليه والمجتمعيه، لكن انا خايفه. اول ما اركب المصعد بتجيني كل اعراض الخوف المرضي، اللي هم بنقول له خوف مرضي، اللي هو مثلا بيكون فوبيا. نعم. من المناطق العاليه، فوبيا من انك انت، في ناس الواحد فيهم ما يقدر يطلع يعني مثلا الدرجه العاليه، السلم ده لما يكون ماشي ممكن يكون ماسك او زول يعينه، ويكون عرقان ويكون في خفقان، يعني يقول لك انا سامع صوت قلبي يعني. نعم. من شده انه هو خايف. ويكون متلحسن في الكلام، بيشعر بانه عايز يرجع، عنده قثيان. نعم. بيشعر بألم البطن، بألم وانقباض في صدره وانقباض في بطنه. نعم. بيشعر بصداع وهزيان، ويكون اصلا ما مركز هو بيعمل في شغله. الناس اللي حاولوا كلهم بيكونوا مندهشين جدا ما شاء الله، يعني انت يعني مجرد الدرج ما عايز تركبه، لكن هو ما بنرجع لاصل المشكله. انه شنو خلاه انه هو ما يعني ما يطلع في الدرج بصوره مطمئنه. نعم. ممكن هو يكون صغير، ما تطلع يا ولد في السلم لانك حتقح، لانك حتكسر رجلك، لانك انت حيحصل لك، لانك حيحصل كررت له الجمل، فبتبدا تتسبب عندنا في العقل اللاوعي بتاعنا، وهو ناسين انه احنا عندنا ذاكره طويله وذاكره قصيره. نعم. وعندنا مخزن، المخزن ده احنا ناسينه تماما بالنسبه لاطفالنا، فبيبدا يخزن ما حنحتاج له، لكن بيبدا متاصل فينا وفي سلوكياتنا لما احنا نكبر، وبيبقى لنا مشكله عند الكبر. في ناس كثيرين بيخافوا مش الرهاب الاجتماعي انك تتكلم وسط ناس، لا، انا ممكن اذا ماشي اقابل المدير بتاعي وعندي كل المعطيات الايجابيه وانا زول مؤدي مهمتي على اكمل وجه، لكن انا ماشي بس مجرد اني اقابل المدير، مجرد ان انا ماشي اقابل رئيسي، انا ممكن اكون برجف، وممكن اكون خايف، وممكن اكون ما قادر اقول كلمتين على بعض، وممكن انا اكون مالكه كل مقومات النجاح بتاعتي، والحاجه اللي انا ماشي اقدمها وانا المشروع اللي ماشي اقدمه للمدير بتاعي موضوع جميل جدا جدا ورائع وناجح فيه كمان، لكن ما قادر اقيف. المشكله انه انا ما فاهم ليه انا ما قادر اجيب. اذا جيت ناقشت والمدير بتاعك سيء، يقول لك والله بالعكس زول عظيم جدا ورائع وبيستمع لنا واي حاجه. نعم. انت مشكلتك شنو انك ما قادر تجيب؟ نعم. ما بحس في انه هو خايف ليه؟ ما وقف في حتته تحت الخوف دي، المشكله شنو في انه يخاف؟ في انا لاقتني يعني في مسار الشغل بتاعنا انه في زول بيخاف من الورود الاسهار، في زول بيخاف من الاسهار، لكن هو مجرد انها لونها احمر. لون احمر، عنده مشكله مع اللون الاحمر. اي يعني مثلا في ازهار فيها يعني مثلا شوك. نعم. ما تهبش يا ولد الزهره دي لانها حتطعنك، لانها فيها شوكه، لانها فخزنت الخبره القديمه ومن واحنا اطفال وبدات تكبر معانا. يعني السبب الاساسي بيكون في مرحله الطفوله، سلوك. نعم. هي كل الاشكاليات اغلبها مشاكل الخوف العامه. وبالذات من انك انت مثلا ما تقدر تواجه الناس. نعم. يعني اغلبها اللي هي تنميه سلوكيه بشريه من الطفوله. نعم. اللي هو نحن بنقول للاباء والامهات شنو؟ اصل الواحده فينا اذا معاه صحباته في البيت ولا الاب معاه اصحابه، اول ما ولد يجوا يا ولد امشي هناك بينهروا. شفتي يا ولد امشي هناك دي؟ كثير تكلمنا عن ربعه الاصبع والنهره والقهره. امشي هناك دي خلاص. ليه؟ لانه انا بخجل ولدي مثلا او بنتي تجي تتلفظ بالفاظ او تدخل في الحوار بتاع الكبار اللي احنا بنسميه، وهي ما بتكون من طبعا اكيد هي طفله او هو طفل ما منسخ كلامه. اديه فرصه خليه يجي يغلط، اديه فرصه خليه يتحاور مع الكبار ويعرف انه في مجتمع كبير راجيه عشان انا اقدر اقومه من خلاله. طيب. انا اعقب على الحته دي بتين عشان انا اخلق في ولدي او بنتي انه يكون عنده ثقه بنفسه وما يخاف من مواجهه المجتمعات. نعم. انه انا بعد ما الناس مشوا مني واي حاجه اكون حافظه كل الاشياء دي، واجي اقعده لكن ما بتعنيف، لكن ما بتانيب، لكن ما باساءه والفاظ تخدشه او تاذيه هو. نعم. وتخوفه من انه ثاني يجي مثلا في المجتمع بتاع الناس الكبار. انا اجيب اقول له انت في الحته دي كان ما المفروض تقول كده، وبيشبهك، شوفي كلمه بيشبهك دي شنو؟ نعم. معناه انت زول غيم، معناه انت زول رائع.
يعني بجيب له العبارة الجميلة لكن بتشبهك انت كان بيشبهك انك تقول كده يعني من غير ما انا انهره من غير ما انا احجم شخصيته. اول ما انا نهرته اول ما انا طلحته من مجتمعنا احنا بتاع الكبار هو خلاص رهب جاه رهاب من ناحية المجتمعات بتاعت الناس طيب الكثيرين. معرفة جذور المشكلة هو الأساس. طيب الناس عرفت الجذور حقة المشكلة الأساسية الخطوات كيف نعالجها؟ زول بيخاف من الطيارة، زول بيخاف من الظلام، زول بيخاف من الأسانسير. في خطوات إذا كانت الحاجة دي من الطفولة أخذت سنوات وترسخت جواي ممكن نحل المشكلة يعني؟ طب أي مشكلة لها حل، إحنا نكون واثقين تماما من الحاجة دي. من أول حل الجذور يعني من أول الخطوات اللي ممكن تحل الإشكالية بتاعت الخوف إنه أنا أكون عايزة أعالج نفسي. ما في ناس كثيرين خايفين لكن أصلا ولا عايزين، يقول لك يا زول كده دقيقة عليك الله أنا من بيتين أصلا الحاجة دي ولا بتنفع معاي ولا عندي لا وقت ولا عايزة، وإنتوا حتعملوا لي شنو حتعالجوني كيف؟ انا يا اخي مين ما قمت كده، شفتي كلمة مين ما قمت دي بالضبط يلا مين ما قمت دي هي الخلاص اللي بتثبت المشكلة وبتخليها بالعكس انك انت متعايش معاها لكن مسببة لك ضجر ومسببة لك خوف ومسببة لك انك انت ما قادر تتأقلم مع المجتمع الخارجي. ما في عزيمة يعني ما في عزيمة ما في تميز. ليه في زول متميز وليه ما في زول متميز؟ يعني التميز هو داير الجرأة وداير قوة الشخصية وداير عدم الخوف وعايز انك انت تكون زول مبادر. طيب انا زول خواف حتى لو بخاف من اجزاء محددة في من حياتي، هل انا حكون مبادر؟ هل انا حكون منجز؟ هل ممكن اعيش حياتي زي وزي اي زول تقليدي؟ لكن ما بتميز، واحنا عاده بنزعل التميز يعني حتى لو التميز الفردي. فبتجي اختلاع المشكله من جذورها كيف؟ انه انا تكون عندي الرغبه الشخصيه انا عايزه اتعالج. انا امشي اطرق ابواب العلاج دي البدايه انا لما اختنحتها عشان بيبدا في علاج الخوف في تغيير بتاع معتقدات. ما انت عندك اعتقاد انه الطياره دي اول ما تركبها خلاص يعني دنيا بايظه يعني انت عرقان وتعبان ويلا بتتخيل بتحجم الفكره في جوا ذهنك انه الطياره حتقع وقحتها انت اصلا راكب فيها وقحتها وانت اول زول مت ودنيتك باظت. انت لما ده معتقد داخلك وانت كبرته وعايش فيه فبالتالي الخوف اصلا مبذول وبيكون قاعد فيك بالعكس مترسخ وبيتكلم معاك بحفزك اشياء فكرتك الداخليه بتحفزك ايوه حيحصل وما عارف شنو الكلام ده كله خلاص انت بتكون خايف. لكن لما اجي اغير لك انا معتقدك واجي اقعد معاك انا كمعالج وانبهك واتكلم معاك اول شيء عندنا علاج المواجهه اصلا. هل اي طياره طارت في السماء وقعت. بعدك ما عندك ايمان بالقضاء والقدر. بعدك توكل على الله. بعدك في معينات اقرده على السفر يا اخي هو بينفعك هو بيسندك هو بيخليك انك انت متكل على الله سبحانه وتعالى. كمان يوقف التفكير السلبي يوقف التفكير ويوقف التفكير ايجابي اثناء حول تفكيرك حول تفكيرك من الاشياء اللي بتخوفك اللي هو السلبيه وانت اصلا خايف راكب من الطياره خايف من شنو؟ الطياره دي ما حلوه كده جوه وفيها وجبه رائعه وفيها افلام بتحضر وفيها ناس بتتعرف عليهم وحتمشي بلد اخر بتكتسب منه خبرات، دي كلها مش دواعم ايجابيه. فبالتالي انت ليه خلي اتجاه تفكيرك كله انه الطياره دي انه حتقع ولا حتحصل لك وخايف ومركز بس على مساله الخوف. كمان بالتالي انه انا لو طرحت في الاسانسير ده حيتعطل بي. اول فكره بتخش لك سلبيه انه انا اول ما طلعت في الاسانسير حيتعطل بي، واول ما يتعطل بي اكيد نفسي حيتكتم، اكيد حاموت، اكيد الناس اللي حيجوني بتاني وحينقذوني، وفي حين انه احنا ناسين انه في تكنولوجيا بقت وانه في موبايل انا حاتصل ما زي زمان يعني ممكن ينقذوني بسرعه ما عاديه. ليه انا ما ادعم نفسي بالافكار الايجابيه؟ عشان انا ابعد مني الافكار السلبيه اللي بتخلي انه الخوف يتاصل ويترسخ جواي وانا ما اقدر. بعدك في المواجهة يعني يعني انت بتخاف من اللحمة دي ما لحمة يعني انا بجدح فيك اللحمة دي لو هي يعني حتاكلك اللحمة دي والله حيحصل لك شنو. في اجراءات كثيرة احنا عايزين نتحدث فيها ببساطة انه في اجراءات كثيرة احنا بنعملها وفي علاج الخوف اللي هو علاج نفسي وعلاج سلوكي. علاج نفسي وعلاج سلوكي. في ناس كثيرين الخوف بيسبب لهم اكتئاب وقلق وزعر وهلع وده ياخذوا حاجات علاجيه درجه عاليه من الخوف. الزعر والهلع دي ممكن انك تكون نايم وتصرخ وتكورك وفي ناس كثيرين على او ما ينوم به كم يوم ما ينوم ابدا فبيبدا يتناول في العقاقير المهدئه والفاليوم والمنومة. وفي ناس كثيرين بيلجؤوا لانه يتناولوا المخدرات ويتناولوا العقاقير القير صحيحه اللي هي بتطلع من الحاله يعني بتحسس انه خلاص هو بقى زول شخصيته قويه ايوه بيقدر يواجه الموقف وبيقدر يواجه المساله تحت الخوف اللي هو بيعاني منها. ودي كلها اشياء مغلوطه. انت خلي عندك يقين داخلي ذاتي انك انت عايز تتعالج. العلاج موجود والعلاج سهل جدا بالمناسبه ما صعب. في ناس بتصل مراحل عاليه من الخوف اللي هو بيجيه اكتئاب وبيجيه قلق دائم فبتبدا الامراض من النفسيه تتحول الى نفسي جسميه. حاليا عندنا امتحانات الشهاده السودانيه على الابواب وكثير من الناس او الطلبه ما شاء الله كبار بالغين
هم ممتحنين شهاده سودانيه. الم في البطون والفراغ والصداع والهستيريا. نعم. اول ما مسكوا ورقه الامتحان نظره يقول لك انا ما شايف، ما بشوف. نعم. انا ما شايف، وتضيع عليه الامتحانات كلها وأول السنة كاملة. السنة كاملة. وأول ما هو يرجع البيت ويقعد 3-4 يوم بيرجع له النظر تدريجيا، والناس يقول والله الحمد لله فتح وبقى كويس، لكن ما منتبهين ليه هو نظره راح منه مثلا، أو هو فجأة فقد النظر. نعم. في ناس فجأة كده مثلا بيخافوا من الأصوات بتاعت الصواعق والبرق والحاجة زي دي، بيفقد السمع بتاعه. السمع. نعم. يقول أنا ما سامع. يعني هو عنده اعتقاد أنه أي صاعقة ولا أي برق ولا أي شيء خلاص حتضربه حتحرك وحتعمل كل شيء، لأن تالي فكرة ولا خبرة هو سمعها من جهة تانية أنه أي منطقة بتاعت كوارث، أنه أي منطقة بتاعت الصواعق هي أكيد تؤدي إلى الموت وتؤدي إلى الهلاك. ما في إشكالية. أيوة في حاجة زي دي، يعني حاجة لكن ما يشي جسدية. تمام. أي ما أيوة. تجي في شكل شلل تام وكذا، شلل ورعاش ويتعب جدا يعني. ويجيه قي مفاجئ. نعم. وقي متكرر يعني. أنت ما بتعرفي هو عنده شنو. وألم وانقباضات في المعدة حادة. أنت ما بتعرفي أنها برضه السبب الأساسي شنو. أي لكن. نعم. المعضلة الأساسية والسبب الأساسي هو أنه هو خايف. نعم. خايف من فكرة محددة، خايف من موقف محدد، خايف من إشكالية هو بيواجهها في حياته لكن ما قادر يصرح بها عشان أنا أدعمك. أنت ما بتقدر تعالج نفسك من الخوف براك ما لم تكن عندك العزيمة والقوة. في إجراءات كثيرة، المواجهة والتخيل والسلوك والإيحاء، أنه أنا أقعدك وأعمل لك جلسة بتاعت إيحاء، أنه إذا إحنا طلعنا الطابق العاشر وأدخلك في الحالة بتاعت التنويم الإيحائي. نعم. عن طريق البرمجة اللغوية العصبية، وأقول لك إحنا طلعنا الطابق العاشر وأدخلك في الإيحاء الخيالي. طيب وإحنا نازلين من الطابق العاشر بكل هدوء بكل سلاسة. أنت بتطمئن ذاته. خلاص نزلنا ونزلنا الأرض ما حصلت بالتخيل. نعم. بالإيحاء وبالعلاج السلوكي والعلاج النفسي، وإنه أنا أعمل لك جلسات كثيرة 1 و2 و3. ما في علاج أصلا بينتهي بين يوم وليلة. والعلاج بتاع الخوف ما في له عقارات، عشان ما في زول يقول لي أنا حتعالج بالعقارات. مرحلة بتاعت إدمان لعقارات. مش مرحلة بتاعت إدمان، اللي هي أصلا بتغش نفسك يعني. لأنه المرحلة أنت تناولت أي فاليوم، خايف من الهلع، خايف من الكوابيس، خايف من الظلام، حتنوم. حتقوم الظلام حيروح، لا زال ثاني يوم حيكون في ظلام. فأنت بالتالي بتكون شنو، بتكون مدمن على العقارة اللي أنت مستخدمه، مستخدمه خطأ. عشان كده احنا قاعدين نقول للناس ما يخشوا دائما المواقع بتاعت التواصل ومواقع النت عشان يعرفوا مثلا أسماء العقاقير ويجوا يستعملوها عن خطأ. أيوة. أنت لازم تمشي لخبير ولمعالج نفسي، لازم تمشي دكتور نفسي. في هم بيعرفوا يوجهوك في الحته دي بالذات، حكايه العقاقير من غير روشتات، وعقاقير بالذات اللي بتخص الاكتئاب وكده، لانه الادمان عليها سهل جدا جدا. في شريحه كثير من الشباب بنلاحظ ادمانهم لحاجات معينه للاكتئاب وكده، بقت منتشره الايام بالذات ايام الاستذكار وايام كده بنلقاهم كثير. نعم. بيتناولوه عشان يكونوا هو بيوهم نفسه، هو ما قوي على فكره ولا مكون قوي. نعم. بيوهم نفسه انه هو بقى مساهر وقوي وما خايف. طيب عشان الزمن دايرين خطوات سريعه، احنا قلنا اليقين اول حاجه والمواجهه، وبعد ما نقدر نقول انه من نفسك انت غير. نعم. من نفسك انت. انت لو ما اقتنعت انك عايز تعالج نفسك وتعالج الخوف في دواخلك، ما تمشي تتجه اي اتجاه اخر. انت ادفع نفسك دفع ايجابي واتجه للاتجاه الصحيح، وامشي لذوي الاختصاص، هم حيحلوا لك المشكله. ذوي الاختصاص هم اللي حيحلوا المشكله. داخل الخوف عند الكبار، ده كان موضوعنا الليله. تدينا ساقه ايجابيه كبيره جدا بعد نهايه فقرتك يا استاذ عفاف، نشكرك جدا جدا، وان شاء الله فقرات جايه وقضايا اسريه مختلفه باذن الله. معكم إن شاء الله. شكرا لك مشاهدي قوس قزح، خليكم معنا، فقراتنا لسه مستمره بس بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح، وصلنا لفقرة باترونات. فقرة باترونات بتهتم لنا بالأشغال اليدوية المختلفة، وموضوعنا الليلة صناعة العطور السودانية. هنتعرف على الموضوع أكثر بعد الفاصل. بديت بمهرجان العطور في فندق كورال لأكثر من 4 دورات شاركت فيها بعطور ويا هالخمر العادية، وبعد ذاك عندي ابتكاراتي أنا في مجال العطور السودانية. فكانت تجربتي أولا كهواية،
أنا أساسا نشأت في أسرة يعني مولعة بحب العطور وبتحب العطور وبتفتكر إنه الخمرة السودانية دي هي أجود أنواع العطور وما عندها بديل ولا منافس. وفي الحقيقة دي يعني أساسا حقيقة يعني ما افتكار. أنا بفتكر إنه التواليت السوداني من أقوى أنواع العطور السودانية، والحاجة دي بتحتاج مننا لأنه نركز عليها يعني، وما شاء الله كان ركزنا عليها يعني ما حيكون عندها منافس لا عطور عربية لا عطور باريسية، لأنه نحن بدأنا من حتة الناس يعني بفتكرهم ما فطنوا ليها، نحن بنطبخ العطور، بالتالي العطور السودانية بتقبى معتقة، بتقبى كل ما تقدم كل ما ماشى أقوى. يعني بالنسبة للعطور الباريسية هي حاجة يعني disposable، الزول بيجيب الفتيل بتاع العطر بيستعمله بيرمي الفتيل، لكن نحن لما نعمل الخمرة السودانية ما بنرمي الفتيل، لأنه طريقة طبخها كل مرة بنكف فيها عطور وتتجود لنا أكتر وبتمشي معتقة. زيادة على كده نحن بنستعمل الصندلية، ما في غيرنا يعني دولة سبقتنا باستعمال الصندلية. زيادة على كده عندنا أنواع البخور، يعني الصندل صح ما سوداني لكن عندنا أنواع الشاف والطلح والكوليت. فالليلة بخور حطوا الشاف أنا بفتكره نمرة اثنين بعد الصندل، حتى لما يتعامل بطريقتنا نحن بيكون منافس. حس أنا شايف العرب عندهم عود العنفر وعندهم العودة كلها صح عندها نكهتها، لكن حاجاتنا نحن السودانية عندها نكهتها المميزاها وبتخليها يعني ما أخذ حيزة برا. بالعكس كمان نحن أجبرنا العرب إنه يحبوا حاجاتنا، الخواجات بمعنى إنه يعني أمريكا البلدان الأوروبية حتى الهنود بيجوا يحبوا حاجاتنا السودانية. فبالتالي نحن لما نقوم نستفيد من الحتة دي وتمشي في تطور وابتكار بيكون عندنا تميزنا. ودائما يعني الواحد يتعود إنه حاجاتنا السودانية دائما بين الشعوب الثانية مميزة، فبفتكر إنه العطور السودانية يعني دايرة وقفة، والوقفة دي بتكون بمجهود، يعني المجهود ده ما بيجي من نفر واحد، فالحاجة دي لقدام إن شاء الله حنجني سمارة وحتكون حاجة على مستوى العالم، إنه العطور السودانية حتكون نمرة واحد في العالم. فأنا أتمنى في يوم من الأيام إنه الحاجة دي حتى لو نحن ما وصلنا لها غيرنا يوصل لها، وإن شاء الله نحن بنصل لها. مشاهدي قوس قزح وصلنا لفقرة بنفسج. فقرة بنفسج تهتم بالجمال وبالبشرة وبالشعر، بنتكلم عن مشاكل مختلفة بتخص البشرة والشعر نتيجة لعوامل داخلية أو خارج جسم الإنسان. خليكم معنا في موضوع جديد بس بعد الفاصل. مشاهدي قوس قزح اهلا بكم في فقرة بالبنفسج. في الفقرة في الحلقة الفاتت تكلمنا عن اسباب تساقط الشعر، وفي فقرتنا الليلة اختم انه نتكلم عن علاج تساقط الشعر. لو بتتذكروا اتكلمنا عن انه في اسباب مختلفة بتؤدي الى تساقط الشعر، من اهمها التغذية، وقلنا انه كثير من الناس بيجونا في العيادات والسبب الاساسي بيكون من تساقط الشعر انه نوعية الغذاء السيئة، لانه بيعتمدوا على نوع غذائي محدد مثلا زي الكربوهيدرات، بيعتمدوا على النشويات وبنسلينا مثلا الخضروات وبنسلينا الفواكه، وده بيؤدي الى فقد عناصر غذائيه مهمه زي الحديد والمعادن المختلفه، وفي النهايه بتؤدي لنا الى تساقط الشعر. في الحته دي بالذات علاج العامل المسبب هو الاساس، يعني احنا دائما لاي واحده يعني بيكون عندها تساقط في الشعر لازم بنعمل تحليل للهيموغلوبين او تحليل للدم. اذا لقينا انه عندها نقص في الحديد او اذا لقينا انها ضمها ضعيف لازم هنا العلاج بيكون علاج تعويضي بعباره عن كبسولات او عباره عن حبوب بتحتوي لنا على الحديد عشان احنا نرفع نسبه الحديد ونعوض النقص الحاصل. لكن الحبوب براه عمرها ما كانت علاج، دائما بننصح المراه بانها هي تنوع في غذائها وتعتمد لنا على الاغذيه اللي بتكون فيها مثلا خضار داكن عشان بيحتوي لنا على نسبه عاليه من الحديد، وورينا امثله كثيره في برامج مختلفه في التغذيه انه نقص الحديد ممكن مصادر تكون من وين احنا ناخدها، ودي حاجه اساسيه. انا بقول انه مهما كان العلاج
مختلف لو ما عوضنا الحديد والنقص حق الحديد اللي هو السبب الأساسي في تساقط الشعر ما بيكون في علاجة. يعني ما في حاجة اسمها علاجات خارجية أو نحاول نعمل جلسات لشعر خارجية وننسى إنه إحنا نرفع نسبة الهيموغلوبين المنخفض أو نسبة الدم المنخفضة. من الحاجات الثانية تكلمنا عن إنه في ارتباط وثيق ما بين تساقط الشعر والعامل الهرموني. قلنا إنه في فترة الحمل بيزيد كثافة الشعر والشعر بيكون كثير جدا جدا وده نتيجة لهرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين بيزيد الشعر في 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 فروة الرأس والمرأة الحامل بتكون سعيدة جدا جدا بأنه شعرها بقى غزير وبقى طويل. وبيحصل العكس تماما بعد فترة الحمل أو أثناء فترة الرضاعة. هنا دائما أن إحنا لما نجونا بعد فترة الرضاعة بعد 4 شهور أو 6 شهور الأولى من فترة الرضاعة بنطمن الأم إنه الشعر اللي اكتسبته ده ما كانت ده الوضع الطبيعي، ده كان نتيجة لارتفاع هرمون الاستروجين وأسه هرمون الاستروجين رجع لمعدله العادي. وفي الحتة دي احنا بنطمنهم وبنقول لهم انه هم بيحسوا نفسهم انهم انا هقول لك يا دكتور هبقى صلعه، يعني شعري بقع بكثافه شديده. بقع الشعر الزايد، الشعر الغير الجايب جس بس من الاستروجين، وبعد ذاك الشعر كله هيرجع في حتته بعد تنتهي فتره الرضاعه وبعد ما يرجع هرمون الاستروجين في محله. هنا ده بنطمنه، لكن برضو ان احنا بنديهم عباره عن كبسولات او حبوب بتحفز برضو نمو الشعر عشان نحاول نطمنهم. وبنوصيهم على الاكل في فتره الرضاعه عشان فتره الرضاعه برضو بتستهلك كثير من المخزون الغذائي داخل جسمها. اذا هنا بندي فيتامينات وبندي برضو حاجات خاصه بالشعر تساعد في انه الشعر ما يساقط بصوره مخيفه بيزعج المراه المرضعه لدرجه ممكن ياثر على نفسياتها وعلى رضاعتها لطفلها. بس بيفتكروا انه هي الرضاعه هي السبب الاساسي ويوقف الرضاعه، طبعا دي معلومه خاطئه جدا جدا. اذا وقفت الرضاعه او ما وقفت الرضاعه الشعر اللي كان نما في فتره الحمل هيرجع لانه هرمون الاستروجين رجع لمعدله الطبيعي. عندنا الصلع عند الرجال، واحنا قلنا هنخصص له حلقه كامله الصلع عند الرجال، لكن عموما الصلع عند الرجال نتيجه لمستقبلات في الجذور بتاعة الشعر. يعني في الجذر بتاع الشعر في مستقبلات، المستقبلات دي بتكون حساسة جدا لهرمون الذكورة اللي هو هرمون التستوستيرون. لما ارتبطوا مع بعض المستقبلات في جذور الشعر والهرمون بتاع التستوستيرون ارتبطوا بيؤدي إلى تساقط الشعر. فده بيختلف طبعا، والعامل الجيني اساسي في الموضوع. يعني في ناس بتكون الحساسيه حقتهم لهرمون الاستروجي التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره ما زي الباقيين، عشان كده بنلقى ناس عندهم استعداد وراثي تام بانه يكون عندهم صلع رجالي. ونحن بنقول لهم انه نحن في لو بدا الصلع الرجالي ذاته درجات، يعني بيبدا من جلحات الى ممكن يعم فروه الراس كامله. احنا هنا لو بدا البدايه وجونا في العيادات احنا دائما بندي محفزات بتاخر تساقط الشعر، بتكون عباره عن رش موضعي بيحتوي على ماده المينوكسيديل اللي هي ماده بتساعد في توسيع الاوعيه الدمويه وانه الدم يجي لفروه الراس ويغذي لنا الشعر ويمنع تساقطه. واحنا دائما احنا بنقول انه نقول للمريض انه احنا بنأجل تساقط الشعر لكن ما هنوقفه تماما بالبخاخات الموضعيه وبالعلاجات الموضعيه بالاضافه للفيتامينات، بنأجله لمثلا سنوات يعني، لكن ما ممكن احنا نوقفه تماما لانه الحساسيه ضد حساسيه المستقبلات للهرمونات تحت الذكوره موجوده صعب جدا ان احنا نوقف الحاجه دي. ولو في حبوب بياخدوها برضو ما في السودان خارج السودان اللي هي بتقلل لنا هرمون الذكوره لدى الرجال، وانا ما بحبذ الحاجه دي تماما لانه اختلاف الهرمون داخل الجسم برضو بيؤدي الى حاجات ثانويه كثير انا هنتطرق عنها في حلقه مفصله. ولكن العلاجات الموضعية هنا بنصح بها، وممكن يمشوا الناس لأكثر من كده اللي هو زراعة شعر بس، لكن هنا المساحة بتكون كبيرة في إنه إحنا دايرين نزرع شعر. يعني لو الحكاية بسيطة مثلا إذا كانت جلحات أو في مقدمة الرأس ممكن أن إحنا نستعين بشعر من أسفل الرأس نجيبه لقدام الرأس ويتم زراعة الشعر، وزراعة الشعر حصل فيها تقدم كبير جدا جدا، وده ممكن يكون أحد الحلول. لكن لو كانت الحاجة موضعية ما كانت عامة كل الرأس. بنجي لأسباب تانية مثلا تكون أسباب مناعية. لو كان السبب المناعي، لو ما عالجنا السبب المناعي الأساسي ما ممكن أن إحنا نوقف تساقط الشعر. كل النساء اللي بيعانوا من الغدة الدرقية، نشاط الغدة الدرقية أو انخفاض الغدة الدرقية، الغدة الدرقية واضطرابات هرمون الغدة الدرقية هو الأساس في الموضوع. لو ما نظمنا الهرمون استحال إحنا نتعالج، لأنهم هم بيبتدوا
بيفتكروا انه عندهم اسباب ثانيه وما بيجوا للعلاج، وحتى لو اديناهم الهرمونات ما بياخذوها، والشعر بيكون مساغد، وهم بيعملوا في علاجات خارجيه وجلسات خارجيه بتكلف الالاف الجنيهات وما بيكون في حل يعني جذري واضح. السبب الاساسي موجود هو الاضطراب الهرموني. علاج الاضطراب الهرموني هيرجع لي الشعر كله في حتته وهيوقفه. فاذا كان العامل مناعي، اذا كان الغده الدرقيه، ارتفاع الغده الدرقيه او هبوط الغده الدرقيه، اول حاجه علاج العامل المسبب، بعد ذاك احنا بندي محفزات انه تساعد في نمو الشعر مره ثانيه. من العوامل المناعيه برضو زي الثعلبه. الثعلبه هي هنتكلم عنها برضو في فقره يعني منفصله، لانه الموضوع عن الشعر عالم كبير جدا جدا. الثعلبه هي غير معديه اطلاقا، وانا يعني في برامج كثيره تكلمنا انه الثعلبه غير معديه تماما، بتجي للاطفال وبتجي للبالغين وبتجي للكبار. والثعلبه عباره عن دوائر من الشعر مفقود تماما، وهي نتيجه لعوامل مناعيه، يعني الجسم من داخل الجسم، الجسم داخليا عمل اجسام مضاده ضد بها الجذور بتاعت الشعرة وساقة الشعر، لكن هي غير معدية وهي غير إطلاقا بكتيرية أو فيروسية أو كده. فعلاج ده برضو بيتم عن طريق مركبات كورتيزون أو مركبات استيرويد موضعية، بالإضافة لبخاخات موضعية رش برضو، وبالإضافة لفيتامينات احنا بنديها لمدة طويلة، وبعلاج العامل المسبب إذا كان برضو الضغوطات النفسية بتلعب عامل كبير في الثعلبة. وفي أسباب تانية برضو زي مثلا الصلع الناتج من شد الشعر أو من نتف الشعر. احنا بنوصل الأمهات إنه أطفالهم البنات الصغار ما يحاولوا يشدوا لهم الشعر بالباندات، ده بيؤدي إلى تساقط الشعر مرة ورا مرة ورا مرة، بيؤدي إلى عدم نمو الشعر مرة تانية. وفي طبعا عبارة عن نتف الشعر، نتف الشعر المرضي ده إن احنا ما بنعالجه برانا، بيعالجوا معانا الأطباء النفسيين. والغائمة طويلة حقيقة، بس الزمن قصير إنه احنا نتكلم عن أسباب كثيرة وعلاجات مختلفة. بس أنا أحب أوضح هنا في إنه السبب بيختلف، العلاج بيختلف، ما علاج تساقط الشعر ما حاجة واحدة ولا سبب واحد. لأنه في ناس كثيرة بتفتكر إنه الدواء ده استعملته فلانة أو فلانة أو الكريم ده استعملته فلانة أو فلانة هيكون علاجي. نعرف السبب، نعالج السبب، ده هو الأمثل. فعلاج تساقط الشعر ده كان موضوع حلقتنا الليلة، وبانتهاء فقرة بنفسك بتنتهي فقرات حلقتنا الليلة. وأكيد بس أنا بحب أقول لكل المشاهدين، لو حبيتوا تشاركونا عبر صفحتنا في الفيسبوك وعبر الإيميل البرنامج، بنكون سعيدين لكل اقتراحاتكم لكل فقرات البرنامج. حتى لو حبيتوا تشتركوا معنا في فقرة باترونات، ما عليكم إلا تراسلونا على إيميل البرنامج أو صفحتنا في الفيسبوك. في أمان الله.